احنا يعني ايش سوينا اذا رجعت نفس الطاسه ونفس الحمام؟ اعضاء مجلس النواب اللي موجودين والكتل السياسيه اللي موجوده معارضه دائما نشوفها توقف سكينه خاصره لاي عمليه تريد تقوم بها الحكومه، ما راح نقدم شيء. احنا هاي رؤيتنا في هذه المرحله انه حتى وان كان بعض اللجان المهمه تكون بيد التحالف الثلاثي والاغلبيه الاريحيه اللي عندها ممكن تمشي قوانين تساعد الحكومه حتى تقدم شيء، وبعدين تعال حاسبني شو تريد انت وراها، شو تريد حاسبني حاسبني. هاي واحدة. اثنين، يقول التوافقية داخل المكون نفس التحالف الثلاثي راح يصير على المناصب، على خلي يصير شي يصير، خلي يصير. احنا ثلاث كتل ها والبقية اللي راح ينضمون ويانا حتى من بعض الاخوة في الاطار، المسؤولين سيكونون هم المسؤولين على كل نجاح وفشل. سابقا ما كان عندنا واحد يتحمل فشل، ما حد يقدر يقول يا بنت ليش قدمت 18 سنة، ما حد يقول لك أنا فشلت أو يتحمل النجاح أو ما تقدر تحاسب لك شرطي مو نائب ولا وزير. لهذا السبب في هذه المرحلة يجب أن يكون هناك جهة هي تتحمل مسؤولية، تتحمل هذه مسؤولية الحكومة ومجلس النواب. هذا جانب. جانب الآخر إذا تسمح لي فضل. بالنسبة للسيد شابندر، يعني سيد مقتدى صدر أعطى شرح ممتاز حقيقة، وهو أنه سيد مقتدى صدر ما يريد ينهي الشيعة أو ما يريد يفصل الشيعة عن البقية. بالعكس، انت دور الشيعة ككتلة كبرى موجود دا ضمن التحالف الثلاثي اللي الى كل امتيازات الشيعة، ما ممكن احد يتجاوز الشيعة يا اخي بالعراق. الان اعطيك فد مثل بسيط، وهذا المثل البسيط يمكن يكون واضح جدا صريح. انت هسه بالزيارات الموجودة للامام الكاظم عليه السلام والابا عبد الله الاربعيني، من نشوف الناس الملايين اللي موجودة، يعني تقول قفل بعد انتهت، ما ممكن، لان هم الاغلبيه الشيعه في العراق الاغلبيه، ما ممكن انه يصير تجاوز حقهم في اي مرحله. فلهذا السبب سيد مقتدى الصدر هو المدافع الاخ اكثر من كل البقيه اللي موجودين على المكون الشيعي وخوف عليه، واكثر من طرح على الاخوه في الاطار انه راح لهم، هو اللي راح لهم. طيب. بعد ما رفضوا انه يجول للحنان اكثر من واضح. لهذا السبب انا اعتقد وجود سيد مقتدى الصدر داخل التحالف الثلاثي قوه للشيعه، قوه للمكون الشيعي، كل الامتيازات، كل الحقوق اللي موجوده داخل. سيد مهدي عبد الكريم، خليني ارجوك ان تتحمل صراحتي. لاكثر من مره انت رددت خليني وبعدين تعال حاسبني. انا ما اقدر احاسبك واعطيك دليل. يعني انتم الان الاقليم يتعرض، شعبنا هناك واراضينا تتعرض لانتهاك خطير في كردستان، ويذهب السيد رئيس الحكومه ويذهب السيد رئيس الاقليم الى تركيا ويتفاوض معهم على تصدير الغاز لامتيازات جديدة إلى تركيا، في حين القانون يمنع هذا. قرار المحكمة الاتحادية كان واضح، وهذا في تحدي لقرارات الحكومة. سواء كنت تتفق مع القرار تختلف مع القرار، أقدر أحاسبك على هاي؟ شلون أنا أحاسبك باكر؟ ما أقدر. أستاذ نجم نعم. أستاذ نجم إذا تسمح لي. أي تفضل. أولا ما يخص المحاسبة شلون تحاسب، أعتقد الكتل السياسية اللي موجودة بالعملية السياسية لديها شارع قوي ممكن يطلع أو يمكن يحاسب، ما ممكن ما يقدر يحاسب. أي طريقة من الطرق يقدر يحاسب ويوقف عمل الحكومة بأي طريقة كان، ما ممكن ما يقدر يحاسب، إن كان بالبرلمان وإن كان حتى في الشارع.